للحديث أكثر عن اتفاق التطبيع الذي أبرم بين النظام المؤقت في السودان والكيان الصهيوني، ينضم إلينا الدكتور محمد أحمد الأكاديمي والمحلل السياسي عبر الهاتف من إسطنبول. دكتور محمد، بداية مرحبا بك. يعني إذا كان ترامب قد ربح من اتفاق التطبيع ما بين السودان وتل أبيب، وكذلك طبعا نتنياهو المأزوم، ماذا ربح السودانيون، أو بالأحرى ماذا ربح السودان من هذا الاتفاق؟ ولن يربح السودان شيء من هذا الاتفاق سوى الخبال والخسران المبين والردة عن الثوابت الوطنية لدولة اللاءات الثلاث، وكذلك النزول من العزة إلى الانهيار والانكسار. والسودان ربح أنه انتقل من قائمة الإرهاب إلى قائمة العار والخزي، وبالتالي هذا يعد من أكبر الخسران، لأن ترامب ربح الانتخابات يظن ذلك، دعم موقفه. نتنياهو أخذ شرعية من دولة كانت مقاومة وممانعة. الشعب السوداني الآن سيمنع هذا الأمر إن شاء الله بعزيمته وبقوته، لأن هذه الحكومة لا تريد لمصلحة الشعب السوداني، وإنما تريد مصلحتها، تريد أن تبقى في الحكم، تريد أن تؤسس حماية وجبروت جديد في الدولة السودانية. يبغى على جسد السودان سنين عددة بدون انتخابات، بدون ديمقراطية، كأنما سنشهد منهج جديد للحكم العسكري المقنن الذي يكون برعاية إسرائيلية وأمريكية. صحيح وجدوا مصالحهم العليا، ولكن الحاكمين الآن يجدون أيضا مصلحة شخصية، يعدون أنفسهم أنهم كسبوا الرهان، ولكن الشعب السوداني لهم بالمرصاد. طيب يعني دكتور، يعني هل تتوقع أن يكون ربما صدام قريب؟ يعني في أول رد فعل على الاتفاق، قوى الإجماع الوطني صرحت أن السودانيين غير ملزمين بما ينتهي إليه التطبيعيون من اتفاقيات. إلى أي مدى تتوقع ربما يكون صدام مع النظام الحاكم في السودان الذي أصبح الآن مرفوضا شعبيا؟ والصدام سيبدأ داخل الحاضنة السياسية للفترة الانتقالية. هنالك أحزاب كبيرة لها تأثير رفضت هذا التطبيع ولها مواقف تاريخية مع الدولة الكيان الصهيوني. هنالك قطاع عريض من السياسيين السودانيين والأحزاب السودانية خارج الحاضنة. كذلك الشعب السوداني غالبه هو يعني يمنع هذا التطبيع ويكره هذا التطبيع بفطرته السليمة، لأنه دولة مع القضية الفلسطينية. الذين يؤيدون هذا التطبيع هم قلة منكرة، كلهم الذين أخذوا الجنسيات الأجنبية، يحملون الجنسيات التركية والكندية والأوروبية، وهؤلاء الذين تسلطوا على دولتنا الآن وسرقوا الثورة هم الذين يؤيدون، وكذلك العسكر الذين يريدون أن يحكموا هذا البلد خالدين فيها دون محاسبة ودون أن ينظروا إلى حقوق الشعب. أما غالب الشعب السوداني هو رافض لهذا التطبيع وسيظل يرفض هذا التطبيع، وهذه أظنها القشة التي ستقسم ظهر البعير. ثمة اتفاق دكتور محمد حصل يعني من قبل، يعني عبد الله حمدوك منذ أيام كان في معسكر الممانعة وصرح أنه يرفض الربط ما بين رفع السودان من قائمة الإرهاب وما بين التطبيع الذي حصل أو التطبيع مع الصهاينة. لماذا إذن حضر توقيع الاتفاق؟ هل تم الضغط عليه؟ هل هناك شيء في تصريحاته؟ ما الذي لاحظته؟ في الأصل عبد الله حمد الله أو عبد الله حمدوك هو أكثر رغبة للتطبيع من العسكر أنفسهم، لأنه هو مزاجه مزاج أمريكي أصلا ويحمل هذه الجنسية، وهو منذ أن جاء إلى هذه الدولة يعمل لصالح الغرب كثيرا، يعمل لصالح أمريكا، زارها أكثر من مرة ورتب الأمور ويستدعي بعثة أممية منها ويسترشد ويهتدي بمنهجها، ولكن للوجاهة وسط الشعب السوداني الذي رأى أنه لا يقبل، وكذلك الحاضنة التي أحضرته إلى الحكم بعضها لا يقبل هذا التطبيع، فأراد أن يغطي ويستدعى غلافا مكشوفا، وهو أنهم كانوا هناك فصل بين المسارين، أحيانا يقول يحتاج برلمان، أحيانا يقول نحن غير مفوضين، ولكن أمريكا صرحت تصريحا واضحا ليلة أو قبيل التوقيع على الاتفاق أن عبد الله حمدوك رئيس الوزراء هناك تفاهمات إيجابية بيننا وبينه فيما يلي
تطبيع مع إسرائيل. أخي لا يوجد خلاف بين الرئيس الحكومة في السودان مع المجلس السيادي، هم يطبعون وطبعوا وبالتوافق بينهم، ولكن يخدرون الشعب السوداني ويخدعون إرادة الشعب حتى يظهر أنه رجل وفي. ولو أنه ليس مع التطبيع لقدم استقالته مباشرة أمس يعني، ولأعلن موقفا صريحا واضحا كحكومة، ولكن حتى وزير الخارجية مصر أنه مع التطبيع. وزير العدل كان قد رافق البرهان إلى أبو ظبي حينما جلسوا مع الإسرائيليين والأمريكان للتطبيع. الحكومة الانتقالية مع التطبيع، مجلس السيادة مع التطبيع، وظهر هذا واضحا ليلة الأمس. بدأ كان اليوم فرحا، فرح الشعب السوداني برفع السودان من قائمة الإرهاب، ولكن تبعه الحزن العميق بالانكسار الذليل والتضييع. فأفسدوا اليوم الجميل وأفسدوا الفترة الانتقالية، وهذا الأمر سيجر إلى وبال لهذه الحكومة، وإما أن يسقطها الشعب، وإما أن تتحول إلى حكومة قابضة، حكومة دكتاتورية، حكومة متسلطة تمنع الحريات، تمنع العدالة، تمنع كل شيء، وبالتالي تحكم بقبضة العسكر. رفع السودان من قائمة الإرهاب ربما يعني يجرنا إلى موضوع اللاءات الثلاثة السودانية، لها رمزية كبيرة، وخصوصا بعد هزيمة العرب في عام 67 وتسعمائة وألف. هذه الرمزية طبعا في تاريخ الصراع العربي مع الكيان الصهيوني. دكتور محمد، هل ما يعيشه السودان الآن ربما يعني أصعب من الهزيمة التي عاشها العرب سنة 67؟ طبعا هذه هزيمة وهذه ردة عن الثوابت الوطنية، وأكثر خذلانا حينما سمعنا نتنياهو نفسه يقول تحولت الخرطوم من لاءات ثلاثة إلى نعمات، وهذه اللاء التي تحولت إلى نعم هو الخزي الحقيقي. وهذا يثبت أن الحاكمين الآن لا يهمهم الثوابت الوطنية ولا إرادة الشعب ولا فطرة الشعب السوداني ولا تدينه ولا آراءه، وإنما يهم أنفسهم فقط، يريدون أن يتسلطوا على هذا الشعب ويحكمونه، وإلا يعني كأن هؤلاء الناس لا يشبهون الشعب السوداني، وإلا ما خالفوا هذا الإرث التاريخي العظيم والموقف الثابت لدى الدولة السودانية. النظام السابق والأنظمة التي قبلها تحملت كل هذه العقوبات والحصار وصنوف الأذى، وتحملت كل هذا الضنك، لأن أمريكا تضغط على الدولة السودانية باعتبارها دولة ممانعة لتجبرها على التطبيع. الحكومات السابقة تحملت كل هذه الأهوال والمصائب ولم تطبع مع إسرائيل رغم أن الضيق الاقتصادي، ولكن هؤلاء الناس مما أظن إسرائيل وأمريكا هم الذين جاءوا بهذه الحكومة وفرضوها على الدولة السودانية، وبالتالي الآن ينفذون أوامر السيد. الدكتور محمد أحمد الأكاديمي والمحلل السياسي، نشكرك شكرا جزيلا.